كل حروف اللغة سواء من حرف الألف إلى الياء، كل كلمة نستعملها نلمح فيها حروف هجاء. أنا حرف الهاء بهاشم وبهدهد وبهرم هاء، أنا حرف الراء بربح وبرمح، أنا حرف الراء. أنا حرف التاء بتين وبتوت وبتمر تاء، أنا حرف الحاء بحوت وبحمر وبحر حاء. كل حروف اللغة سواء من حرف الألف إلى الياء، أبجد هوز حطي كلم جزء من أحرف الهجاء. أنا حرف الباء ببندق وببقرة وببرج باء، أنا حرف الخاء بخيط وبخيمة، أنا حرف الخاء. كل حروف اللغة سواء من حرف الألف إلى الياء، كل كلمة نستعملها نلمح فيها حروف هجاء. لماذا تضحك يا ميمون؟ أضحك من أمر فعلته. أتسمع وتقول لي ما هو هذا الأمر؟ وجدت الأسد نائماً وأمامه قطعة لحم، فانتهزت الفرصة ووضعتها على الشجرة. سامحك الله، كيف تتصرف هذا التصرف؟ أنا متأكد أنه لن يغضب مني. أتمنى ذلك، والآن دعونا نفتح هذا الصندوق. سأفتحه أنا، ترى ما اسم هذا الحرف؟ إنه حرف الحاء. حرف الحاء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سعيد جدا بلقائكم يا أصدقاء، يبدو أنكم متحمسون لمزيد من العلم. هيا إذن عرفنا بنفسك. أنا الحرف السادس من الحروف الهجائية في لغتنا العربية، وتجدونني في كثير من الكلمات مثل حمل، حمام، حدأ، حديقة، وتوجد أيضا أسماء كثيرة أخرى غيرها. جاء دوركم الآن، أعطوني أمثلة. حرباء. حطب. سأعطيك مثالا لحيوان ضخم جدا هو الحوت، فاسمه يبدأ بحرف الحاء. حوت. وماذا تعرف عن الحوت؟ يعد الحوت من الحيوانات الثدية، إذ يلد صغاره ويرضعها. وهناك عدة أنواع من الحيتان، لكن أضخمها هو الحوت الأزرق، إذ يصل طوله إلى نحو 30 مترا ووزنه إلى نحو 130 طنا. كما أتمنى أن أصادق ذلك الحوت حتى تخشاني الحيوانات المفترسة ولا تهدد حياتي. كيف يصادقك وهو لا يغادر البحر أبدا يا ميمون؟ إذن هو يتنفس عن طريق الماء كالأسماك؟ أبدا يا ميمون، هو يتنفس الهواء مثلنا. معقول؟ نعم، إنه أمر غريب، لا يستغني أبدا عن الهواء، لذلك نجده كثيرا ما يخرج إلى سطح الماء ليستمد منه الهواء اللازم. لماذا تركتنا وصعدت إلى أعلى الشجرة يا ميمون؟ ألا تريد مشاركتنا في إعطاء أمثلة أخرى عن حرف الحاء؟ أم أنك خفت أن يكتشف الأسد أمرك؟ سمسم، سأعطي أنا مزيدا من الأمثلة. حلو، حمام، حنان، حبل، حوار، حصان، وطبعا كل هذه الكلمات تبدأ بحرف الحاء. يا إلهي، من هذا؟ أنا لم أقصد أبدا. إنه يتقصى أثر قطعة اللحم. هل انتهى الدرس إذن؟ لم ينتهي، ولكن سنتابع الدرس. نريد منك يا حرف الحاء أمثلة من حيوانات الغابة يبدأ اسمها بحرفك. حصان، حمار، حمل. جمل. حمل لا جمل. سأعطي أمثلة أخرى، فمثلا من المعادن حديد، ومن القماش حرير. أما بشأن الأسماء التي... شيء لا يحتمل، سأعود إلى مكاني. يا إلهي، أبعد الأسد عني. انتبه، لقد لحق بك. سامحه الله، لم يكن تصرفه صحيحا. علينا ألا نمازح الكبار، بل أن نحترمهم وأن نوقرهم. في بستاننا حمل
حصان وحمار وحمام في برج أحمر رسم عليه سوار. في بستاننا حمل وحصان وحمار وحمام في برج أحمر رسم عليه سوار. حامت حدأ حول البرج وحطت قرب الماء. صاحت أمي حملت حبلا صفق حرف الحاء. حامت حدأ حول البرج وحطت قرب الماء. صاحت أمي حملت حبلا صفق حرف الحاء حرف الحاء.